من الأمور أيضا يعني التبكير يوم الجمعة، قلنا أنه مما يؤمر به التبكير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من راح أي يوم الجمعة، من راح بالساعة الأولى فكأنما أهدى بدنه، تقرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة. يعني هل نالك شيء؟ فرق بين من يتقرب إلى الله عز وجل ببدنه، تعرفوها البدنة؟ الناقة الكبيرة، وبين من يتقرب إلى الله ببيضة. لواحد؟ لواحد؟ ما لواحد؟ هين البدنة وهين البيضة؟ البيضة قيمتها يمكن 100 بيزة، والبدنة قيمتها يمكن تصل إلى 1000 ريال. يعني فرق شاسع، فرق كبير. طيب يا أخي، هذا يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين، يوم عبادة، ليش ما نضبط أمورنا؟ ليش ما نرتب أمورنا يعني؟ وأنا أعرف ناس يعني أكلمكم طبعا، هذا الكلام اللي أقولكم إياه أحتفظ بنسخة منه لنفسي لأنني واقع، فلا أحب أن يكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فهذا الكلام أنا أوصي به نفسي أيضا. لكن أنا أقولكم أعرف ناس هذا يوم الجمعة خصوصية معهم، يضبطون فيها أوقاتهم، يعرفون متى يخرجون للمسجد، فلا يفوتون هذا الأجل العظيم. إحنا لا، تلقانا هنا ونتلاوذ وما أعرف إيش والمشاغل ونأخر الاغتسال وخلاف، يلا من حسناها عاد ماشي باقي، فين الدجاجة ومكواي الدجاجة، وين الكمة وما أعرف إيش، وجهزوا لشيء الفلاني، وعاد بيجي لك يلا يلا يواحي يصلي ركعتين، ما يواحي يصلي ركعتين قبل أن يخطب الإمام. هذا في الحقيقة ما ينبغي، هذا ما يليق، ما يحسن بنا، لا يحسن بنا هذا. يحسن بنا أن نبكر، أقل شيء أقل شيء أقل شيء أنك توصل قبل موعد الأذان الأول نصف ساعة، نصف ساعة أقل شيء. وتعرفوا أن الآن ده وقت الشتاء، يتقدم وقت الجمعة. يا أخي ضبط عندك منبه أن يوم الجمعة يعطيني تنبيه قبل ساعة من الأذان، تقدر قبل ساعة خلاص تخل واغتسل والبس واطلع، قال شي قبل الساعة تكون في المسجد، فتصلي ما كتب الله لك، وتقرأ ما تيسر لك من القرآن الكريم. طيب، هنا مسألة تعلق بصلاة الجمعة. إذا أتيت متأخرا لعذر في وقت الأذان الثاني، فوصلت مع بداية الأذان، ماذا تفعل؟ واضح المسألة؟ دخلت المسجد في عند بداية الأذان الثاني، ماذا تفعل؟ نعم تفضل. لا واقف عليك، ما زلت قائما، هل تتابع الإمام ولا تصلي ركعتين؟ السؤال هو هل تشتغل بمتابعة الإمام أو تشتغل بصلاة الركعتين؟ نعم، المؤذن أقصد، ما الإمام، المؤذن عفوا، هل تتابع المؤذن تقول الله أكبر الله أكبر معه، ولا تصلي ركعتين التحية؟ لماذا؟ أحسنت، والاستماع للخطبة واجب، أحسنت، هذا أمر مهم. يعني إذا دخلت المسجد في وقت الأذان الثاني فلا تشتغل بمتابعة الإمام، وإنما اشتغل بصلاة الركعتين، لأنك إذا اشتغلت متابعة الإمام ستصلي الركعتين في وقت الخطبة، والخطبة أهم من متابعة الإذان، الإنصات للخطبة أهم من متابعة المؤذن، لأن الاستماع للخطبة واجب ومتابعة الإمام سنة مستحبة. فإذا
بنفسك ضيعت على نفسك. انت كنت تستطيع تجمع بين الامرين، تصلي ركعتين وتتبع، لكن تاخرك هذا اوقعك في هذا الامر، فهنا لا بد ان تفرط في شيء. فهنا تترك متابعه الامام وتشتغل بصلاه الركعتين. واضح هذا؟